من نص الملعب يتقدم يتوغل يرسل أمامية هجمة أمي برن قمز أوريتش يلا قلوب الناس داويها يا مقرام سيرت الليلة داويها موسى فوق مباراتين الأخيرتين سجل فيهم حسني وهذا مهم جدا بالنسبة للمهاجم أنه ديما موجود وديما يسجل يعني الثقة ديما موجودة ما تخلخلش وعودة زيدان مهمة جدا بالنسبة للنواحي الهجومية شكرا كباتن إذا نذهب مباشرة إلى القمة كالعادة الكرة الراقية والعروض الجميلة دائما على دبي الرياضية من خلال هذا الموعد المتميز مع البوندسليغا بايرن ميونخ بروسيا دورتموند قمة واعدة بصوت الزميل علي حميد مساء الخير أبو محمد ومعك الخط خير لمشاهدي ومتتبعي وعشاق البوندسليغا هنا في دولة الإمارات العربية أو في الوطن العربي الكبير من هنا من هذا الملعب الجميل من اليانز أرينا في إيطاليا مع روما ولاتسيو ولكن فضل أن يتواجد هنا بقميص دورتموند هذا الموسم محاولة الآن الكرة توصل خطيرة وممكن جول وتتشاد والكرة تروح على طول محاولة كانت ولا أروع محاولة كانت ولا أجمل والحضور كان لستيفن بيندر اللي معنا في الصورة ولكن أيضا ديميك المدافع الأرجنتيني لم يفوز على بايرن ميونخ منذ عام 91 نعم عندما فاز هنا بثلاث الكرة تتخلص على طول وترجع مرة ثانية وأيضا هجمتين ولا أخطر من جانب دورتموند على مرمى بايرن ميونخ الكرة ترجع مرة ثانية الآن للفرنسي ريبيري الفرنسي ريبيري رابع مباراة يلعبها على التوالي نعم في هذه الأمسية نعم وتمكن من تسجيل هدفين من أصل ثلاث أهداف لهدف فاز فيهم فريق هامبورغ هجمة خطيرة كرة تتخلص على طول في الجول جول زيدان المصري زيدان المصري اللاعب العربي نعم هذا هو فرعون مصر هناك في الدوري الألماني يسجل هدف ويفتتح التسجيل في أول خمس دقائق من زمن الشوط المباراة الأول إذا زيدان الذي تألق وتعلق مع المنتخب المصري هناك نعم في أنغولا وأحرز مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا الآن كذلك يتجلى ويتألق ويتعلق ويخطفها من المدافع ويشرب وترجع للكرة وتحت إصرار التسجيل بل تحت إصرار القوة وتحت إصرار الفن وتحت رغبة كذلك أن يوجد فريق دورتموند يتقدم على بايرن ميونخ في اليانز أرينا ريبيري يلعبها يعني تقدم عليه بثلاث نقاط بعد أن فاز على فولسبورغ بهدفين هدف ولكن بانتظار نتيجة هذا اللقاء هنا محاولة ريبيري لعب عرض الملعب ولكن على طول يبعدها المدافع يبعدها شميلزر هذا هو اللي معنا في الصورة هنا يعني يقف على الصدارة تماما كرة اللعب على طول خطيرة ورأسية وجذام الجول وكسلينج الذي يملك 13 من 21 مباراة هنا يعني لو عدة خطيرة ولكن وين محاصر نور الشاهين يا سلام واللمسة الأولى الخطيرة كرة تتخلص من أربع ألقاب يعني كفيلة والكرة توصل على طول يرجع مرة ثانية حصلها فان بومين يلعب على الجانب اليمين روبن الكرة معه يطلعها وين ورأسية ولكن وين لا على التعيين الكرة تروح من شفانشتايجر اللي معنا بالصورة 21 مباراة وهدف واحد هذا الموسم بقميص الفائر خارج الملعب ضربة مرمى هنا لاحظ هذا روبن هنا دورتموند الكرة توصل على طول تتشاد وترجع من حارس المرمى وعلى طول ولكن وين من من معانا في الصورة من كروس كرايتس يلعبها ولكن الكرة تروح هنا محاولة ماريو يتخلص ممكن يسجل ممكن يلعبها ماريو جوميز الكرة توصل لريبيري يرسلها لفان بومل ياخذ كرة أمامية اللعب محاولة وقدرات عالية لتوماس ميلر يشوت وحارس المرمى مارك سيجلر اللي حاول مع لعبة توماس ميلر هذا هو اللاعب الذي قد يكون تصبح ركنية شوت جول جول فان بومل فان بومل الذي يعيد الفاير إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل هو أول هدف رسمي لهذا اللاعب في هذا الموسم نعم سجل يا لويس فانجار سجل الشجاتيري وسجل يا قمر خلص هنا دخول قوي هنا أيضا يا سلام على ريبيري هذا هو مولر يحاول يعدي مضغوط عليه خلصت نفسه يا سلام يلعبها والكرة تلعب وتروح خارج الملعب وتروح خارج الملعب من الدوري الفرنسي ريبيري أبعدها يضر من أمام المدافع هذا هو مولر تخطى الأولاني يلعبها لريبيري كرة توصل لروبن
روبن يا ولد يا سلام يا سلام على المهارة يا على اللعبة الجميلة يا سلام على الرشاقة والمرونة عند اللاعب. كرة توصل لتوماس مولر بدأ يفتح حط لريبيري، ريبيري صانع الأحلام، ريبيري اللاعب المميز وهو كما ذكرت يبقى دائما رجل الشباك. هنا في صفارة وخطأ والخطأ ضد زيدان واللي صادم الكرة معاه يحاول يمر يا سلام ماريو جوميز خلص نفسه يحاول يواجه يشوت والكرة تحمل خارج الملعب. ماريو جوميز ماريو جوميز اللي يعني ذكر دائما وابدا انه هو بامكانه نعم ان لسبين بندر محاولة قدم يلعبها يا سلام محاولة ولا اروع كانت من لوكاس باريوس الارجنتيني ولكن ايضا دورتموند يتدخل كان بامكان لوكاس باريوس من تسجيل هدف ثاني لدورتموند في هذه المباراة. هنا مين على التنفيذ على طول الكرة تتحط تتشوت وخطيرة على طول قدام الجول انما يظهر لي هناك فيو والكل اعتقد ان اللاعب في موقف تسلل هذه هي على طول الان ولكن حكم المباراة يتدخل وينهي شوط المباراة الاول بتعادل كل من دورتموند بايرن ميونخ. دورتموند هو من تقدم عن طريق زيدان اللي معنا في الصورة. بايرن ميونخ بالقميص الاحمر على يسار الشاشة. المباراة تقريبا لا تغيير، المعطيات تقول ان احنا امام كذلك شوط قوي وقوي جدا. النسر لم يسجل اطلاقا على طول تتحاول قدام الجول محاولة كرة توصل بعرض الملعب ولكن ايضا الباير على الجانب اليمين كرة الان تتخلط ترجع مرة ثانية. هناك حكم المباراة يطلب الاستمرار. فان بويتن يلعبها امامية اللعب لمولر يحاول يعدي يا سلام عدى من شبتيتش محاولة الان ريبيري يحط قدام الجول تتحط جول شكرا يقول له شكرا شكرا ونعم الهدية كانت ولا أجمل من ريبيري والانسجام وردة الفعل الرغبة بالتسجيل كانت موجودة من جانب روبن. إذا هكذا الانسجام هكذا التفاهم هكذا وضع فريقهم في المقدمة. هجمة مرتدة زيزو يتقدم زيزو ياخذ كرة يحاول يمر عدى من الأولاني الخطورة حاضرة محاولة أيضا جديرة ورائعة ولكن في صفارة وفي خطأ والخطأ ضد شفاينشتايجر ولصالح الفرعون الصغير لصالح زيزو زيدان القامة مع الحيطة. شوف لعيبة الباير تقريبا الأغلبية في الحيطة الأغلبية في الحيطة ثلاثة من برا كرة تشوت وتروح خارج الملعب. من الدولي التركي نوري شاهين 21 مباراة 3 أهداف. بالمناسبة هذا اللاعب كان قد أعير في موسم 2007-2008 إلى نادي هنا روبن يتقدم 4-4 ماريو جوميز معاه يلعب لماريو جوميز يلا يا عم يترك الكرة في مجموعة من البطولات إن كان على مستوى كأس العالم أمم أوروبا أو دوري أبطال أوروبا الكرة تلعب راسية وتتحط ولكن في حارس المرمى وتتخلص بعد ذلك تروح خارج الملعب تروح خارج الملعب واضح تماما يعني أنسيه في اليوم الثاني من الجولة رقم 22 الكرة تتحط يخلص حارس المرمى يخلص حارس المرمى. الرشاقة والمرونة وردة الفعل كانت ولا أروع من هانشير بوت في الأروع. ريبيري أمامية لعبة لماريو جوميز عمل لك عاني حسنة في هذه المباراة ماريو جوميز حاول يحطها في الجول جول جول يا ولد قلت لك عمل لك حسنة وعمل الحسنة عمل الحسنة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام 10-10 ولا أروع من شفاينشتايجر ريبيري يا سلام ماريو جوميز وبعد ذلك النهاية النهاية أجمل من البداية وتبقى دائما الكرة الألمانية عن طريق بايرن ميونخ. هذا هو ريبيري شوف التمريرة يا سلام يا معلم يا معلم. زيدان كذلك يترك الملعب يترك الملعب باليمين أوفامويلا يتقدم الكرة معاه عمل الكروس بعرض الملعب خطيرة تتحط ولكن حارس المرمى هانزر بوتي خلص الكرة ترجع مرة ثانية. الآن هجمة مرتدة شفاينشتايجر يلعب اليمين لروبن روبن يأخذ كرته ويحاول يمر تتخلص من أمامه بدي هدي اللعب بدي هدي اللعب يرسلها أمامية لا تلعب على طول أمامية هذا هو أولتش يحاول يتقدم الكرة معاه أولتش نازل فريش تايجر ياخذ كرته يتقدم من نص الملعب يتقدم يتوغل يرسلها اماميه هجمه هذه ماريو جوميز اولتش يلا يا عم ماريو جوميز كان بامكانه هو اللي يسجل ماريو جوميز هو اللي كان بامكانه يسجل ولكن هو يقول له لو جدمتها شوي لو عطيتها لي الفرنسي داميان ليتاليك
داميان لتلك. على فكرة هذا لاعب عمره 19 لدورتموند. الكرة توصل تتشات، الكرة تروح خارج الملعب، خارج الملعب دائما من جروس كرويس اللي عنده أكثر من محاولة على مرمى بايرن ميونخ في هذه المباراة، ولكن كل المحاولات أبدا. دورتموند الكرة تتغلط ترجع ورا لحارس المرمى، أوعى الحق نفسك. زوربوت كان ممكن يورط نفسه، بس خبرة يا جماعة، خبرة. المباراة السيد كعشر، وينهي هذا اللقاء وهذه المباراة بفوز كبير وعريض لبايرن ميونخ على حساب دورتموند 3-0. بدأ التسجيل عن طريق دورتموند ولزيدان، بعد ذلك يأتي الدور لفان بومن الذي يسجل هدف التعادل.